بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله، الحديث 24، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. قوله فيما يرويه عن ربه، مثل هذا الحديث يسمى حديثا إلهيا وحديثا ربانيا وحديثا قدسيا، وهو ما نسب إلى الله عز وجل معنى لا لفظا. فالحديث القدسي في مرتبة بين مرتبتين، بين القرآن والسنة. فالقرآن ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الغيب، يعني المغيبات التي تكون في المستقبل، فهذه تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا وإلى الله معنى. أما الحديث القدسي فينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولهذا منه الصحيح والضعيف والحسن والموضوع. يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قولوا يا عبادي، العبودية هنا يحتمل أن تكون عبودية قدرية كونية، ويحتمل أن تكون عبودية شرعية. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. حرمت الظلم أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه، فالله عز وجل قادر على أن يظلم سبحانه وتعالى، ولكنه منع نفسه من الظلم لكمال عدله. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم في اللغة بمعنى النقص، ظلمه أي نقصه. ومنه قول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه. والظلم يدور على أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، وذلك إما بأن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. فظلم العباد يدور على هذين الأمرين،
إما أن يدعي ما ليس له بأن يقول مثلا هذا العقار لي، هذه السيارة لي، أو ينكر ما وجب عليه كما لو أقرضه شخص دراهم أو أعطاه مثلا عارية ثم جحدها وأنكرها، فهذا ظلم. والواجب على المؤمن أن يجتنب الظلم وألا تحمله سلطته وقوته ومكانته في الدنيا على ظلم من لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه، فاحذر أن تظلم من لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه ورفع الظلم عن نفسه، فإن فوقكما رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، فالواجب الحذر. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. قولوا يا عبادي كلكم ضال، الضال بمعنى التائه عن الحق وعن الصراط المستقيم. كلكم ضال إلا من هديته، أي وفقته لسلوك طريق الهداية، دللته على الهداية ووفقته لسلوك طريقها. هذا معنى كلكم ضال إلا من هديته، أي إلا من وفقته لسلوك طريق الهداية وهديته فعلا. ثم قال: فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية. فالهداية إنما تطلب من الله عز وجل، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع، كل العباد الأصل فيهم أنهم جياع. قال: فاستطعموني، أي أطلبوا مني الإطعام. واستطعام الله عز وجل يقع على وجهين: أولا استطعام بالقول، وذلك بدعاء الله عز وجل وسؤاله، وثانيا استطعام بالفعل، وذلك بالزرع والحرث والتكسب ونحو ذلك. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم عار، والعري هنا يشمل العري الحسي والعري المعنوي، فجميع الخلق الأصل أنهم عرات، عرات حسا وعرات معنا، إلا من كساه الله تعالى. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون، المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، كما قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة أو يقع في المخالفة من غير قصد، وأما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن قصد. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. وقال عن آل فرعون: إنهم كانوا خاطئين. ويا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلبوا مني المغفرة. وطلب المغفرة يكون بلسان الحال وبلسان المقال، أما بلسان المقال فبدعاء الله تعالى واستغفاره: اللهم اغفر لي، استغفر الله. وأما بلسان
الحال فذلك بالأعمال الصالحة، بأن يعمل صالحا، إذا عمل سيئة عمل صالحا، لأن الحسنات يذهبن السيئات. إذن إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، نعم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالنفع والضر بيد الله عز وجل، هو النافع وهو الضار، والجميع، أعني جميع الخلق، مفتقرون إليه، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بل أمر الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن الخلق من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل، كل واحد يسأل الله تعالى مسألته من أول الخلق إلى آخرهم، ما نقص من ملكه سبحانه وتعالى شيء إذا أعطى كل واحد، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الخيط الذي يخاط به لو أدخلته البحر ثم أخرجته ماذا نقص من ماء البحر؟ لا شيء. إذن هذا دليل على سعة ملك الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه عز وجل شيئا. نعم، اللي بعده: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فعلى العبد أن يحرص على الاستقامة على أمر الله عز وجل، وأنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، يقول الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها أي أنها محصات مضبوطة في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أوفيكم إياها، يوفى الإنسان عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال: ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا، والذي يجد خيرا هو الذي يعمل صالحا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. الحديث الخامس والعشرون:
عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه. يقول: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا. أيضا مصدر آض يئيض إذا رجع، يعني رجوعا على ما سبق. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، جمع دثر وهم أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن ليس عندنا مال نتصدق به، فهم قد فاقونا في من جهة الصدقة بالمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب، إذن إن في كل تحميدة صدقة، إذا قال الإنسان الحمد لله صدقة، وفي كل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وفي كل تكبيرة الله أكبر صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة. وعلى هذا لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جمع أربع صدقات وحسنات، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة. المعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما نهى عنه الشرع وأنكره، فالمرجع فيما يكون معروفا أو منكرا إلى الشرع وليس إلى أذواق الناس. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الفرج، بضع، وفي بضع أحدكم، البضع هو الفرج، يعني أن إتيان الرجل امرأته صدقة، فإذا أتى امرأته فإنه يثاب على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، تعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فكما أن الإنسان إذا وضع هذه الشهوة في أمر محرم، في المحرم عليه وزر، إذن إذا وضعها في أمر مباح بل واجب يكون له أجر. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بقياس العكس. في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا فيه إثبات قياس العكس. وقياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علة الأصل في الفرع. هذا معنى قياس العكس، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لوجود نقيض علة الأصل في الفرع. فعندنا الآن إذا وضعها في حرام، هذا الأصل، فالحكم أنه يعاقب، الأصل والعلة لأنه محرم، إذن نثبت نقيض ذلك ونقول إذا وضعها في حلال إذن يؤجر. هذا هو قياس العكس. وقياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع
لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع، لقوله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. فهذا الحديث يدل على فضيلة التسبيح والتحميد والتهليل، وأن الإنسان بالتحميد والتسبيح والتهليل قد يبلغ درجة الأغنياء الذين ينفقون من فضول أموالهم. نعم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة، وفي لفظ يصبح على كل سلامة، والسلامة هي مفاصل الإنسان، والإنسان فيه 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل عليه صدقة، عليه صدقة. ولهذا في اللفظ الآخر قال: في كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وفي هذا الحديث: تعين الرجل على دابته صدقة. ثم قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن الإنسان أيها الإخوة فيه 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل، يعني هذا مفصل وهذا مفصل وهذا مفصل وهنا مفصل، عدد مفاصل الإنسان 360 مفصل، كل مفصل من هذه المفاصل عليه أن يعمل عملا صالحا، سلامة صدقة، عليه أن يفعل صدقة، إما تسبيح أو تحميد أو تكبير أو إعانة أو غير ذلك. يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على فضيلة صلاة الضحى. وصلاة الضحى، صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، يعني بعد أن تطلع الشمس بنحو 15 دقيقة يدخل وقت صلاة الضحى، إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأفضل وقت تفعل فيه هو عند اشتداد الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأوابون جمع أواب، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل، حين ترمض الفصال، الفصال هي صغار الإبل، يعني حين تقوم من حرارة الشمس، من شدة حرارة الشمس تقوم، وهذا إنما يكون قبل الزوال بنحو ساعة تقريبا. فأفضل زمن لفعل صلاة الضحى هو قبل الزوال بنحو ساعة. صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فيجوز للإنسان أن يصلي 4، 6، 8، 10، 12 إلى آخره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فليس لها حد محدود. والسنة أيضا أن يحافظ الإنسان عليها، لا أن يفعلها غبا، يعني يوما ويوما، بل السنة أن يفعلها كل يوم، لأن هذا الحديث صريح في مشروعيتها، بقوله: يصبح على كل سلامة صدقة. فأنت الآن كل يوم، في كل يوم تطلع فيه الشمس عندك 360 مفصلا، يحتاج كل مفصل إلى صدقة، هل تستطيع أن تأتي ب360 صدقة؟ لا تستطيع. إذن نقول هذا دليل على مشروعية صلاة الضحى، وصلاة الضحى تسن المواظبة عليها، لا أن يفعلها غبا. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع والعشرون
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. وحسن الخلق كما تقدم لنا يكون مع الله، ويكون مع رسول الله، ويكون مع عباد الله. فحسن الخلق مع الله عز وجل بعبادته وتوحيده والإخلاص له. حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. حسن الخلق مع عباد الله يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذن البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالشيء إما أن تفعله بانشراح صدر وطمأنينة فهذا هو البر، وإما أن تفعله مع القلق والتردد وتخشى أن يطلع الناس عليك فهذا هو الإثم. هذا هو الميزان لما يكون برًا وما يكون إثمًا. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإثم علامتين: علامة داخلية وعلامة خارجية. العلامة الداخلية: الإثم ما حاك في صدرك، يعني تردد في صدرك هل أفعل أو لا أفعل، وحصل عندك حسيكة وتردد، هذه علامة داخلية. العلامة الخارجية: كرهت أن يطلع عليه الناس، يعني لا تحب أن الناس يرون هذا الشيء، هذا دليل على أنه إثم. لكن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب من؟ يخاطب النواس ابن سمعان رضي الله عنه، يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة، لأن بعض الناس لا يحوك الإثم في صدره ولا يكره أن يطلع الناس على ذلك، فتجد والعياذ بالله يجاهر بالمعاصي والذنوب والكبائر، بل يتفاخر بذلك، وهذا من أعظم الذنوب، بل قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، الذي يتباهى بفعل الذنوب والمعاصي ويصبح وقد ستر الله عز وجل عليه ستره فيهتك ستر الله. إذن إذا قال قائل في قوله: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا قال قائل: نحن نشاهد أناسا لا يحوك الإثم في صدرهم، يفعل الإثم كأنه شربة ماء، ولا ويفرح أن يطلع الناس، لا يكره، يفرح أن يطلع الناس، ولا سيما مع وجود وسائل التواصل الآن يريد الشهرة، من يسمون أنفسهم بالمشاهير ونحوه. فنقول هذا لا يعارض الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب من؟ يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة، ومثل ذلك يكره أن يطلع عليه الناس ويحوك في صدره. نعم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. طيب، هذا الحديث كالذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البر وعن الإثم، وأن البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما تردد الإنسان فيه. وهذا المقياس فيه من كان مؤمنا تقيا لله عز وجل، بحيث يكون البر تطمئن نفسه إليه،
والإثم تكرهه نفسه، وأما من سوى ذلك فلا عبرة به. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.